اللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب، واجعله شريكا لنا في الأجر يا رب. أخي الحبيب، هل تريد أن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة 2000 سنة من الحسنات، بل 5000 سنة، بل 10000 سنة؟ اسمع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وصححه شيخنا الألباني، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يا الله على هذا الفضل. فيها فضل يا أخوانا أعظم من هذا الفضل. يقول ابن خزيمة وكثير من أهل العلم: ما رأينا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ثوابا من هذا الحديث. من غسل واغتسل، يقول ابن عثيمين: أي من غسل جسده ثم اغتسل كالحدث الأكبر. وقال الألباني: أي من اغتسل كالغسل الأكبر من الجنابة وفعل زوجته كذلك. وبكر وابتكر، أي خرج مبكرا، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. تخيل لو مشيت 10000 خطوة، 10000 سنة صيام وقيام في ميزان حسناتك يوم القيامة. طيب لو رجعت كذلك ماشيا 2000 سنة أو 5000 سنة أو 10000 سنة في ميزانك يوم القيامة، تتخيل وأخذت صديقك من أصدقائك، تتخيل وأخذت عائلتك، زوجتك وأولادك، تتخيل لو نشرت هذا الكلام عبر الواتساب أو الفيسبوك وأحد إخوانك فعل هذا، لك أجره يوم القيامة، فالدال على الخير كفاعله. فأسأل الله سبحانه وتعالى خلنا يعني بقدر الإمكان أن تفعل هذا الحديث ولو مرة واحدة في العام، أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى من نشر هذا الكلام أن يفرج الله همه، وأن يكشف الله سبحانه وتعالى غمه، وأن يجمعه مع النبي المصطفى، وأن يجعل هذا المقطع صدقة جارية على والدي رحمه الله وعلى جميع المسلمين، وأن يتقبل مني ومنكم.